ولكن الحقيقة أن رواية يوسف عليه السلام عند اليهود لم تكن بهذه الدقة، فكانت لديهم مشكلة في فهم الذي كان يحكم مصر في تلك الفترة، فكانوا يسمونه بكتبهم فرعون، ويسميه الله تعالى في سورة يوسف ملك، يسميه في سورة يوسف ملك وليس فرعون. ولما أراد موريس بوكار أن يبحث في تاريخ فرعون والفراعنة وجد شيئا عجبا. موريس بوكار طبيب فرنسي وجراح ماهر، وكان عمره متقدما في السن إلى درجة أنه أصيب بالرعشة فاعتزل الطب لأنه لا يستطيع أن يجري عمليات، ولكن أخا للسادات رئيس مصر الأسبق أصيب بمرض واستلزم أن تجرى له عملية حرجة، ولأن مصر مدينة لفرنسا وثقافتها فرنسية بسبب دخول نابليون إلى مصر، فضل أن يأتي الجراح من فرنسا، وقيل له أن موريس بوكار هو الجراح. فطلبه ليأتي فقال أريد منك أن تعالج أخي. قال لا أستطيع لأنني كبير في السن وأصبحت يدي مرتعشة. قال لا بد أن تجريها حتى لا فشل، والأطباء كلهم قالوا أنه لا فائدة من العملية. قال سأجريها ولكن نسبة نجاحها 1%. فأجرى العملية فنجحت بإذن الله. فقال له الآن اطلب ما تشاء أعطيك إياه. قال أريدك أن تمكنني من الدخول إلى الموميات، إلى الجثث المحنطة للفراعنة، ومنها جثة فرعون. طبعا ليس كما يفعل بعض من أبناء الجزيرة أو غيرهم اليوم عندما يقول له الملك اطلب ما تشاء. هذا الرجل كان مشغولا علميا، كان يريد أن يبحث، ما كانت تشغله المادة. فلما وجد أن جثة فرعون فيها بقايا من البحر، من ملوحة البحر ومن آثار البحر، وأن التشريح دل على أنها ماتت غرقا، أعلن ذلك على أنه اكتشاف علمي. وأنا الحقيقة زرت المتحف المصري فوجدت هذه الجثة، جثة فرعون. ولكن المسلمين قالوا له إن القرآن الكريم سبقك إلى ذلك. قال لا يمكن، هذا لا يمكن إلا بالتشريح، ولا يمكن إلا أن يكون تحت أدق الأجهزة حتى نكتشف هذا العمل. قال إن الله يقول. قالوا له إن الله يقول بل يوما ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وأن الله ذكر أنه مات غرقا. فعندئذ بدأ يفكر في الإسلام ويقول الدكتور أبو زيد مقرئ إدريسي أنه أسلم بالفعل لكنه كان يبكي الإسلام، لأن الفرنسيين سيضربونه عن قوس واحد وسيحاربونه. يقول عندما زارنا المغرب سألناه هل أسلمت أم لم تسلم؟ قال هل تكتم عني؟ قال نعم. قال له نعم. قال أسلمت ولكن لا أريد أحد يعود. المهم حتى يسلم قال ولكن في القرآن الكريم إشارة فيها شك. ففي قصة يوسف ذكر بأنه الملك ولم يقل فرعون، بينما في التوراة تقول بأنه فرعون وأنه نفس فرعون، فرعون موسى نفسه فرعون يوسف عليه السلام. هذا الذي المشكلة في التوراة لأنها وقعت يعني حرجة. فبدأ يبحث
وبدأ يقرأ وبدأ يذهب إلى الحروف أو الكتابات المسمارية والكتابات الهيروغليفية التي كانت تكتب بها مصر تاريخها، فوجد أمر عجيب. وجد أن زمن يوسف عليه السلام هو زمن الهكسوس، وأن الهكسوس ما كانوا يسمون حاكمهم فرعون، إنما كانوا يسمونه ملك، واندهش لذلك، وكان هذا من أكبر دع ما دعاه إلى الإيمان بالله. لكنه وجد شيئا آخر، وجد أن في سورة يوسف الله تعالى يقول في الآية القرآنية أنه يذكر العير. يقول الله تعالى في قصة العير والعير التي أقبلنا فيها، قال الله تعالى والعير التي أقبلنا فيها، قال العير تعني الجمل في اللغة العربية، بينما الدلالات التاريخية تشير إلى أن وسائل النقل التي كان يعبر بها إخوة يوسف كما هو الحال في التوراة وفي الكتابات الهيروغليفية لم تكن جمالا فقط، كانت جمالا وكانت حميرا وكانت بغالا وكانت خيولا. فبدأ يبحث في معجم اللغة العربية إلى أن التقى بأحد علماء اللغة العربية فقال له انظر هنا، العير في اللغة العربية هي القافلة المشكلة من الحيوانات المتعددة. قال لك هذا، وأرجو أن تقرأوا كتابه موسى وفرعون من أفضل كتبه، ويوجد مترجما PDF ويمكن أن تنزلونه منه. وله كتاب العلم في التوراة والإنجيل والقرآن مرسل.